nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an sen yanımdasın, saçlarım. تفضل. يلا شو اتفقنا المساء؟ ايه اكيد. طلعي لك ليكي، هي ما انا مرته لجانتيكين؟ ايه والله هي. لك مو اليوم الصبح لسه كان عم يبكي كرمالها جانتيكين؟ والله زعلت عليه حرام. مين هذا يلي معها؟ شو عم تعمل هالبنت هون؟ ما عم صدق، جانتيكين قاتل حاله كرمال هالفصعونة وهي فايتة طالعة مع هاد. يلا خدي لها صورة بسرعة. ايه يلا تفضلي. اوف لشوف شو رح تعمل وقت تنزل الصورة على النت. شو هالفضيحة هي؟ عن جد بهدلونا من شهور وهن عايشين معنا وفوقه عم يكذبوا علينا مديحة. ما تذكرني تحسين، بترجعك رح يوقف مخي ورح يطقوا فيوزاتي. لا تذكرني. انا لهلأ ما عم بقدر بستوعب شو اللي خلى هالولد يتصرف بهالطريقة هي. مصاري وفيه اسمه شهرة، عنده البنات واقفين عبابه بالدور، شو ما بده بيقدر يحصل عليه بسهولة. اكيد فوتون اللي لعبت بعقل جان، هو ما بيعمل هيك حركات. عمي وما كنت تسمح لنا نحكي كلمة على هديك الفصعونة، كل شي قالوا أهل زمان صح، كانوا يقولوا لا تخاف غير من المي الراكدة. مديحة خلص بكفي. شبك جدو اسماعيل؟ جدو اسماعيل؟ جدو بابا. عمي بابا جدو. مديحة جيبي ميزان الضغط بسرعة. يلا جدو بشو حاسس؟ ولي 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 شو هاد؟ معلمي ما عم نلحق رسائل، كلهم عم يحكوا عنك، بنات البلد كلهم جنوا من الصبح ومتعاطفين معك كمان. كل هذا الحكي ما بصدقه. اشوف بعينك. ورجيني لشوف. كله عادي. وهي عادي. شو هاد؟ شوفي معلم اللي بالصورة هي فوتون وكمان مع مراد. بس دقيقة هنادي خانم بعدي هيك. لك شو عم بيعملوا هدول الاثنين مع بعض؟ لك شو عم بيعمل هذا مع البنت؟ وينهم هدول؟ جديدة هاي الصورة خود شوف امتى منزلينها. معلمي الوقت مبين من خمس دقايق بس. هات عماد ورجيني. اعطيني اعطيني بدي اشوف شغلة. هاتي هتافة. أخذ البنت عند المحامي تبعه، أخذها على المحامي تبعه. لف لف لشوف، خدني على بيبك أوام بسرعة. اهدى شوي، ما فينا نروح هلأ على بيبك. شو جنيتوا أنتو؟ الطريق هنيك كتير زحمة وخط البحر مقفول. يلا روح محل ما قلت لك. معلمي هنادي خانم معها حق، إذا رحت مشي من هون والله بتوصل قبلنا. مزبوط. صف لي على اليمين، صف على اليمين فورا لشوف. يلا لا ما رح تنزل من السيارة بلا حكي فاضي. شو ناوي تعملنا فضيحة؟ لك قلت لك صف على اليمين فورا. يلا بدي انزل. لا لا اسحب. خلصني افتح الباب. شو صار له هذا فجأة؟ جان؟ إذا بيوافقوا على الطلاق بالاتفاق منخلص القضية فورا. يعني بدنا موافقته؟ برأيي الأحسن يكون جانتيكين موافق على قصة طلاقكم. إيه طيب بلكي ما قبل.
وقتها رح تطول القضية كتير، ولا تنسي إنه في بيناتكن اتفاقية كمان. اسمعي فتون، رؤي بتعرفي إنه جان موقع معي مشان الفيلم، عم فكر إذا بيوافق إنه يطلق ممكن اتنازل له عن الشرط الجزائي اللي بالعقد. كيف يعني؟ رح تعرض عليه رشوة ليرضى؟ يعني ما فينا نسميها رشوة. لا لا، أنا بلاقي الحل. يا ريت ما ندخل الشغل بهالقصة، لأنه أكيد رح يتضايق. طيب أستاذ، رح نمشي هلأ. أستاذ أحسان، يا ريت حضرتك تبلش بمعاملة الطلاق بأسرع. طيب وقت. ماشي على عيني، ما تاكلهم. شكرا لك، مع السلامة. استني فتون، لحظة شوي. فتون انت طلعي بالسيارة، انا بحكي معه. وقف مراد، مو لهي الدرجة، انا بتصرف. وينك انت من امبارح المساء؟ انا كنت رح اموت من خوفي عليكي. انت ليش عم تدور علي جان؟ ما بيكفي اللي عملته؟ جان، تركها بحالة وامشي. وانت شو دخلك بيني وبين مرتي؟ هلا بدك تفهمني شو عم تعمل مع مرتي ولا؟ جان لو سمحت، مالك منتبه واقفين بالشارع؟ مراد عم يساعدني ودلني على محامي عائلته ليطلقنا، إذا بتريد كبر عقلك. خلص فتون، بلا حكي فاضي. أنا رح أرفع الدعوة جان، وبتمنى منك إنك إذا توافق. إذا بموت فتون ما بوافق على الطلاق، فهمتي؟ بس هذا قراري وهذا اللي بدي إياه جان، فهمت؟ حتى لو هيك بدك، ما حطلقك بنوب. فتون، خلينا نمشي. لو سمحت اهدى. مستحيل اتخلى عنك فتون. انا مستحيل وافق على الطلاق. جان شو عملت انت؟ تسببت بفضيحة لعائلتنا وصارت سيرتنا هلأ على كل لسان. لو كنت مخلفة حيط يمكن كان في إحساس أكتر منك. أمي أنا ما عم بفهم شو عم بتقولي وما عم بسمعك. خلص رؤي، بحاكيكي بعدين. هالقصة لا عاد فيها لا بعدين ولا قبلين جان. جدك عفراش الموت هلأ، بين الموت والحياة. شو؟ أمي جدي شو صار له؟ شو صار له؟ أحكي. طولي بالك مديحة. مديحة، مو ناقصي غير الضيفة قهوة مرة على روحي. عرفنا كل شي جان، فهمت؟ درينا بالزواج المزيف اللي على الورق بينك وبين هديك الفصعونة. جدك إلا شوي كان رح ينجلط. خلص أمي، سكري سكري، أنا جاي لعندكم فورا. فتون، أنت ليش فجأة قررتي أنك تتطلقي من جان؟ جان ليش عمل هالمقابلة؟ بيهمني أعرف شو عمل معك فتون. برأيك مو من حقي أعرف هالتفاصيل؟ جان ورفيف، يعني
هن الاثنين. انسى مراد، بدي عزبك لف لقدام نزلني عند بيت ليزا. فتون تعسكني عندي؟ لا مو حلوة بحقي. إذا إجيتي أنا ممكن أترك البيت وروح، فيني أقعد بشي أوتيل، المهم أنت ترتاحي. مو زابطة، شكراً إلك، برتاح أكتر عند ليزا وعيمات. يسلم. براحتك. عن جد شكراً مراد. العفو. فتون، كل شي حيكون أحلى بكتير، وثقي فيني. شو صار لك فتون؟ في إيه بقى؟ اعتباراً من هاللحظة جانتيكين ما عاد يبكيكي بنوب. فهميني وينك انتي؟ وينك؟ ما عم تردي على موبايلك، رح تموتيني من كتر خوفي عليكي. وهذا المصروع جانتيكين ليش طلع على التلفزيون؟ وليش عم بيحكيكي من هنيك مثل المجانين؟ لك فتون؟ فتون؟ جاوبيني على شي سؤال، احكي شي. وين كنتي يا بنت؟ كنت عند المحامي. كيف؟ ايه محامي شو؟ لك احكي لي شو عم بصير معك بالضبط؟ شو قلك شغل عند المحامي؟ ما عم افهم شو اللي اخذك لعنده. رحنا انا ومراد لعند المحامي كرمال بلش باجراءات الطلاق. انت عم تحكي عن جد؟ ايه. وين المشكله؟ ركزي معي، انت متاكده من الشيء اللي عم تقوليه فتون؟ عن جد بعد كل شيء تحملتيه كرمال هالرجال قدرانه تجيبي سيره الطلاق على لسانك بهالسهوله؟ ايه طبعا. حاسه يلي قدامي وحده تانية غير فتون. ليزا هالقصة انتهت، سكرت على الموضوع. جانتي كين دفتر وسكرته، وفتحت الدرج وزتيته وقفلت الدرج منيح، وبعدين زتيت مفتاحه بالبحر. اليوم أول يوم بحياة فتون دينج القوية. بالإذن بدي نام شوي. شبهة معنى طبيعية بنوب. هالبنت أكيد صاير شي لعقلة. يا روحي. جدي؟ وينو جدي؟ بغرفته؟ وقف عندك، جدك ما رح تشوفه. ما رح تشوفه حتى تشرح لنا التخبيص اللي عامله. جدك هلا منيح؟ اللي بدي اسمعه شو السبب اللي خلاك تتزوج بهالطريقة هي؟ رفيف اجت وخبرتنا شو هي حقيقة زواجك. جان، أنا خبرتهم لحتى تقدر تخلص من فتون وترتاح، وبعدين أهلك ممكن يساعدوك وتنحل القصة بسرعة وسهولة. هن من حقهم يعرفوا الحقيقة، ولهيك أنا حكيت. رفيف، ممكن تتركينا لحالنا شوي لو سمحتي؟ أنا من زمان غلطت وزعلتكم، واليوم نفس الشيء، بس هالمرة فتون خط أحمر وما بسمح لأي حدا إنه يشيله من حياتي. أوه.
فتون أحلى شي صار معي بكل حياتي، وكرمال هيك أنا ما بيهمني ولا أي شي من اللي قالت لكم يا رفيف، ويا ريت ما تتدخلوا بحياتي. آه ريحت لي قلبي. أنت متأكد من هذا الحكي اللي عم تقوله؟ هاي أكتر مرة بحياتي بكون متأكد لا حدا يتدخل فيني. أمي جدي بغرفته. ايه بغرفته. جاي لهون. جدي انت منيح؟ منيح منيح، ما تخاف، ما فيني شي بنوب. ابوك بتعرفه دكتور، يعني بيعمل من الحبة قبه، ما بيقدر. خوفوني كتير عليك جدة وحياة الله. ما تخاف يا ابني ما تخاف، نحن جسمنا قوي مثل الصخر، ما بيصير علينا شي ابدا. انتو شو صاير معكم لك ابني؟ ها؟ اسمعني منيح، قوم روح، روح لعن فتون. أنا ما بفهم زواج مزور ولا مزيف ولا غيره، هي بتضل مرتك، وأنا شفت بعيوني كيف بتطلع فيك هديك الفزعونة. الزواج ممكن يكون مزيف بس الحب ما بيتزيف. يلا ابني. جان جان ممكن توقف لو سمحت؟ لوين بدك تروح؟ برأيك ما صار الوقت لحتى نحكي؟ أنا ما عندي شيء إلك يا رفيف. كيف ما عندك شيء تقوله جان؟ ليش أنا مالي حبيبتك؟ مانك حبيبتي وماني متأكد إذا لساتك رفيقتي. لو سمحتي لا تضغطي علي. أنا هلأ فهمت عليك، كنت مجرد نزوة، لما وصلت للي بدك يا رميتني. أنت اللي وصلتيني لهون. أكيد رح ترجع لي بالأخير جان، بكرة رح ترجع. حبيبتي فتون يا عمري أنت منيحة؟ جان إيه؟ أنت شو عم تساوي هون هلأ؟ نشكر الله. ما عليك يا حرارة، انتي منيحة؟ خوفتيني كتير وغلي قلبي عليك. فتون ليش البيت قايم قاعد؟ شو عم يصير جان؟ مين انتو؟ شو فتون؟ شو هاد ليك الغبرة هون؟ أنا ما قلت لك ألف مرة أنه ما بدي تشتغلي شغل البيت من أفا إيدك؟ يلا عمي نطفي البيت خلصيني بقى. شبك جان والله كنت قايمة نطفو هلأ. لك لا تعصب وتتعب حالك على الفاضي على أساس ما بتعرفها لفتون. لك هي أصلاً شو عملت بحياتها لحد هلأ؟ ما فلحت بشي بنوب. ليش عم تحكي هيك معي جان؟ كنت رح نظف لما في كنت رح نظف شبك. فتون يا عمري التنظيف أنا ما بيهمني، اللي بيهمني هو أنتي وبس، أنا بنظف البيت، المهم تكوني جنبي يا عمري، أنا بحبك وبموت فيك. فتون قومي اعملي لي أكل بسرعة لشوف، رح أموت من جوعي، من الصبح عصافير بطني عم بتزقزق، قومي يلا خلصيني. لك شو بدك تاكل لتاكل؟ ليش هي بالأصل بتعرف تعمل أكل؟ وإذا عملت الكلاب ما بتقدر تاكل منه. فتون لو سمحتي سامحيني دخيلك، أنا بحبك كتير. شو رأيك نروح على الملاهي؟ أنت بتحبيها كتير. ملاهي ومناكل بوزة.
ركزي معي ركزي وشوفي الغبرة رح تاكل البيت وتاكلنا الغبرة بسماكة اصبع. خلصيني وقومي نطفي البيت بقى. تعرف شو انا مليت كتير بشرفي، مليت من هالعيشة هي. خلاص رايح لعند رفيف، على الاقل عيونه زرق وبيضة ومثل الغزال تقبرني. أنا منون جان الحقيقي؟ جان تيكين أنت مين؟ لك فتون شو صار لك؟ مع مين عم تحكي؟ حبيبي عماد، هالبنت مو طبيعية بالمرة. معقول أنا ما أقدر أعرف رفيقتي بعد كل هالسنين؟ اليوم شافت محامي وبدها تطلق منه لجان، وهي كتير مرتاحة والنوم بعز النهار، فتون ما بتنام بالنهار. والله هالبنت معنا على بعضها. ليزا حبيبتي، أنا شو فيني ساوي بهذا الخصوص؟ بترك شغلي وبروح بجيب شوكولا مشان واسية يعني؟ ما تعيط عماد، عم بحكي لك. ليك أنا عم فكر، بما أنه عندي اليوم جلسة يوغا وبما أني رايحة لهنيك باخد فتون معي، بلكي بترتاح البنت شوي وبتغير شكل. روحوا روحوا حبيبتي، خديها وروحوا، أصلاً ما كان ناقصني غير اليوغا تبعي. عم بحكي عن جد. ليك ليزا رح سكر، وصلت مديرتنا البومة. أكتر مما بتتخيل، من الصبح تليفوني ما هدي من ورا الشي اللي ساويته جان. أنت ليش هيك واقف عم تبحلق فيني؟ تحرك عمل لي قهوة. من هلأ عنا جلستين تصوير لأشهر المجلات لحتى تكون بالصورة. لك مدراء كل القنوات اتصلوا فيني وبدهن موعد، عم بترجوني لحتى تقبل يستضيفوك، وفي أكتر من دعوة لبرامج تلفزيونية مشهورة، ومن هلأ سلموا لساعي البريد سيناريوهات لفيلمين وناطرتن لقراهن، وبعدين بعطيك الأحلى لحتى تقراه. ممتاز هنادي، معناتها رجعنا بقوة على الوسط الفني، وهيك منكون خلصنا من مشاكل كتير. ليك وصلت عروض للدعاية والأهم الماركات. هنادي الجماعة لك هن... وما رح تصدق. لك هنادي سكتي شوي واسمعي شو بدي أقول. لا تعيط، روق شوي. هنادي خلصيني بقى، إذا عماد عندك عطيني حاكي. ليكو شو بدك منه؟ عطيني يا بسرعة، يلا هاتي بسرعة. تفضل. رح أعطيك يا خود بده إياك. مرني معلمي. عماد بتقدر تعرف وين ممكن لاقيها لفتون؟ حكيت شي مع ليزا؟ بتقدر تفيدني بهذا الموضوع؟ هي وليزا كانوا رح يروحوا اليوم على اليوغا معلمي. بالله، طيب شو العنوان؟ شكراً لك، عزبتك. شكراً عماد. فضلي خليني ورجيكي الموديلات التانية. بس هذا حلو، أكيد رح تحبيهم. شو رأيك أخده؟ إيه خديه برأيي، ما تروحي. صحي شو بدي قلك، شفتي شو قال جان تيكين على الهوا؟ لك طبعاً شفته، ما عم صدق شو ساوى، بس تصرفه كان بياخد العقل، بجنن. نيالة مرته شو محظوظة فيه. ايه والله، تعرفي شو؟ هالزلمة ما رح يتنازل عن هاي البنت بحياته لأنه بيحبها، مبينة. برأيك معقول يكون في وحدة تانية بحياته؟ دخيلك، إذا هالحكي مزبوط شو بده يطلع منها جان تيكين هذا وما بيحسب حساب لحدا؟ ولا تنسي إنه متزوج هلأ. ايه معك. بكفي ده، شو لسه ما خلصتوا حكي انت وياها؟ قليلين أدب، طعم من المحل تبعي فورا، يلا طعم من هون. ملك ملك تعالي بسرعه، شرحيها الفستان لشوف. والعيون برا المحل، رجعي لو سمحتي تضربيها ومحلها. شوفي اليوم شو نزلت. ورجيني. طلعي. ما عم صدق. ايه؟ حبيبتي خدي شربي ماي. انا منيحه من الدخنه فجاه صرت اسعوي، بس ريحتني كثير هالريحه، عن جد منيحه اللي جبتيني معك ليزا. فتون، بتعرفي شو؟ اليوغا رح تريح لك جسمك ونفسيتك، بتحسي روحك طايرة هيك برات جسمك، وما بقى تفكري باللي زعجك وبتنسي. والله كتير رح ترتاحي، وهلأ بتشوفي.
يعني المفروض صير مثلك؟ يعني أنا بلشت جديد بس مع الوقت رح طير. يلا يلا أمي وصلت المدربة رح يبلش الدرس. يلا بلا ما نتأخر. يلا ليزا ضيقتي لي خلقي. هلأ بتصيري منيح. شو نطلع؟ يا جماعة خلونا ناخد وضعية المقاتل وبعدين منبلش تمرين. طلعوا فيني. يلا لشوف. الرجل لقدام والإيدين لفوق، الإيدين لفوق. أيوة هيك. بس أيوة. وضعية المقاتل هيك. لا ارفعيهم لفوق مثل ما عم ساوي أنا. كتير منيح. لفوق. منحاول ناخد نفس عميق ونحن بهاي الوضعية. خدوا نفس. يلا. وبكل هدوء مننتقل لوضعية الطفل. طفل مباشرة هيك وضعية القطة. خدي وضعية القطة لشوف. يلا. والله تعبت. وهلأ منريح ظهرنا المؤخرة من شدة لورا. خدوا نفس عميق. وهلأ وضعية تكبير الظهر. لفوق لفوق لفوق. شدي ظهرك لفوق كتير منيح. تكوري. فتون انتي منيحة؟ ايه منيحة منيحة كتير. بس ما بصير نحكي مع بعضنا لو سمحتوا. ممكن؟ ما بصير نحكي مع بعض بنوب. ممنوع. أحسن ما توقفنا جزع على الحيط. أيوة. وهلأ بما أنه انتهينا من هاي الحركة كمان صار فينا ننتقل للتأمل يا جماعة. دخيلك يا الله. نسترخي على الآخر بالوضعية المعروفة. من مدن إيدينا لقدام هيك. يلا خدي الوضعية. ها مدي إيديكي. وهلأ منفتح قلوبنا لطاقة الكون الإيجابية. منفتح قلوبنا ومنغمض عيوننا. تخيلوا حالكن على شط البحر. الموج عم يخبط الرمل بكل هدوء. نسمة هواء منعشة. وينك فتون؟ فتون وينك؟ شو هالصوت؟ عم بحلم كمان؟ معقول جان على شط البحر؟ يلا فتون قومي اعملي لي أكل بسرعة. قومي. شو صار لك؟ انت منيحة؟ منيحة. لما بلشنا الأم كأنه اللاوعي نطق فجأة من جواتي. منيح ممتاز. خوفتيني. انت منيحة؟ منيحة. خلونا نكمل. اشتقت لك فتون. لك فتون؟ جان؟ مين انت؟ لك شو عم تعملي؟ وجعتيني كتير يا مجنونة. عم شوف اذا انت حقيقي ولا خيال. ليكي انا حقيقي مو شايفة؟ وشو جابك لهون هلا؟ عم بعمل يوغا. شو هذا اللي عم يصير هون؟ شو بكون؟ برافو. بس انتو الاثنين اذا ممكن طلعوا من حصتي. ليش؟ عم قلكن طلعوا من حصتي. طلعوا. مو قدرانين نسترخي. وترتولي اجواء المكان. خلصنا خلصنا رح اطلع فورا. أصلاً وجعني ظهري منك ومن تبعك. ما ريحتني أبداً. أنا طالعة. لك فتون ليش أنت سويتي؟ خليكي حبيبتي هالحركات تبع اليوغا بتلبق لك. فتون 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 لك فتون فتون لك وقفي واسمعيني شوي. بس بدي إياكي تسمعيني. ما تضل عم تلحقني لأنه بصرخ بأعلى صوتي وبلم عليك الدنيا كلها. والله اسمعيني. لك ما بدي اسمعك. خلص جان اتركني وروح. فتون ليكي أنا عن جد. لا 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 ما عم بسمع بنوب. ما عم بسمع بنوب. طيب خلص رح اختصر قد ما فيني واحكي كلمتين. انا ما رح اطلقك لو شو ما صار. مفهوم؟ شو عم تقول انت؟ فهمني شو عم تقول. ما رح اطلقك بنوب. انسي الموضوع. شو بالزور الشغله؟ انسي القصه نهائيا. شو لك شو عم بتساوي؟ يا صبايا يا صبايا زانتي كلك هون. زانتي كلك استني فتون لو سمحت. وين رحت فتون؟ خلوني اخذ ظهري عليك.
ليك معلم أنا صار لازم أمشي. أي عود عود. إيه بس روح فهمها لمرتي إني قاعد مع معلمي وسهران لوش الصبح. ما فيك تروح وتتركني، فهمت؟ بدك تضل قاعد معي هون للصبح وتشرب، فهمتني ولا لا؟ يعني ما في روحة. بدي أسألك سؤال، أنت من وينك شو لهالمكان؟ جيت مرة وصورت في فيلم، وقتها يعني كنت عامل مثل شخصيتي هلأ، مجنون من العشق وبيجيك اليوم لهون لينسى همومه. أيوة لهيك هذا الفيلم ما نجح ابنه. إيه طبيعي. معلمي شو صاير لوشك؟ الصبايا كانوا عم بيتصوروا سيلفي معي بنص الطريق، معي أنا أكلت كوع من واحدة منهم، بس ما في مشكلة عرضية. اسمع شو بدي لك، مع أنه فيلمك الجديد ما نجح بس البنات لسه بيحبوك لهلا. أنا آسف ما كان قصدي. Sinan benim için her şeyi göze aldı. Kendi hayatını yaşayarak benim hayatımı kurtardı. Sonra da lek Fütun kırmal Allah. كرمال الله عم نحضر أكتر مشهد حزين بالعالم. أنا ورم عيوني من البكي وإنت قاعدة عم تضحكي. على شو عم تضحكي؟ ما عم بعرف على شو، فهميني. لك ما تصدقي هالسخافات ليزا، هذا فيلم بالنهاية. لك إنت عم يا شي، ما أنك شايفة قديش البنت عم تتلوى بنار الحب؟ اسمعيني ليزا، ما في شي اسمه نار الحب. هالفزلكة بالأغاني بالأفلام مو أكتر من هيك، فزلكات. قلبي عم بيحترق عيمات. نار بصب لك مي وطفيك. المي ما بتنفع، قلبي عم بيحترق بنار الحب. إذا بشرب المحيطات ما بستفيد. أولا ما في شيء اسمه حب، كله كذب. عن جد طلع في شيء اسمه حب عماد. الشيء اللي بيقولوا عنه حب ضحك على اللحى، والإنسان بيحب يصدق ويضحك على حاله، فهمتي؟ بيصدق وهمه وبيتمنى يكون حقيقي، بس كله كذب. يا ما قلت لحالي من قبل، حاولت أضحك على حالي كتير بس ما قدرت بالمرة. قلت يا ابني أنت مانك لا حابب ولا عشان، بس أنا عشقان كتير وغرقان لشوشتي. طلعي فيني ليكي، رجعت لطبيعتي. هاي فتون ما في شي بهمها. نشكر الله ومنحمده. أنا منيحة كتير، أنا رائعة، أنا رمز قوة الإمرأة. يا ريت لو فيني رجع الوقت لورا، يا ريت وقت هي صارحتني بحبها كنت رجال أبضاي وصارحتها وقلت لها أني بحبها كمان. يا ريت. معلمي ليش عم تحكي هذا الحكي إلي؟ ما بعرف ليش عم بحكي لك عماد. قوم يلا قوم، خلينا نروح. يا معلم الحساب عطيه لألو. عمي فهمني شو عم تعمل هون بهالوقت؟ رجعت كثير وقلت ما بدي اعذب حدا وبنزل باكل لقمتين.
ممنوع تاكل. تحسين شو قال؟ لازم تهتم بأكلك وما في أكل بالليل وبتنسى أكل الدسم. هو شو بيفهمه؟ هات هالصحن لشوف من حسبتي. إيدك عمي اسمع، أنا رجعت كنتك الوحيدة وهديك الفصعونة انقلعت وما فيك تروح لعندها وتتركني، ولهيك لازم تسايرني. عم تحكي؟ عم بتياكل لازم تسير بصحتك. شفت شو عملت فينا عمي؟ وهي انكسر الصحن هلأ، الطعم صفي 51 قطعة، شايف شو عملت؟ يا شو صار يعني؟ كله شاف الصحن، مين جاب غيره؟ مين حد بداله؟ المهم اللي احنا ما نكسر، القلوب، القلوب عم تسمعي؟ هلأ إذا كسرت يا قلب انت فيك تجيبي واحد مكانه؟ ها؟ ها؟ شو كان بيقصد باللي قاله يعني؟ لك يا فوتون معلم. يا فوتون شبك وغطي صوتك، ليش عم تساوي هيك؟ أنا في معي مفتاح. معك مفتاح؟ طبعا. ليك ما تحكي من قبل، ليش ساكت وما قلت معك مفتاح؟ بس مو مشكلة، أنا بدي أعمل حمش وصرخ. خلاص فوتون خلاص، هلأ بيسمعوا صوتك وبيقلعونا من البناية. الله يخليك وطي صوتك. مين بيسترجي ليش؟ لك خلاص وطي صوتك فوتون. عم أهلك شوي تضرب انت وفتون تبعك. يا فتون شو هاد؟ كابوس؟ شو عم بيصير؟ وينك فتون؟ شو؟ وبظن انه صار حقيقة. لك شوفي عماد شو عم بيصير، والله رح موت من خوفي. حبيبتي الرجال قلبه عم يحترق بنار الحب، هيك قال لي، ما عم قدر طفي. لك شو عم بيصير معك جان؟ امشي بدنا نروح. يلا لك لوين بدنا نروح برأيك؟ أنا ماني متحركة من هون. خلصيني ما تكتري حكي، تعالي تحركي لنشوف. ما قلت لك ما تحكيني بهالأسلوب البشع؟ وبحب قلك إني ماني رايحة لأي مكان، وليش كل شوي والتانية بتنطلي بنص خلقتي؟ يا جماعة في حوالينا جيران، رجاءً اهدوا شوي. والله مو ناقصنا، وطوا صوتكم، أنا خايفة يقلعونا من البيت من تحت راسك أنت وياه. فوتون يلا. شو عم تعملي ببيوت العالم؟ خلينا نروح على بيتنا. جون إيه لا. شو عم تحكي سيد جان؟ نحنا منعرفها قبلك بكتير. حل عني، تركني، اهدي ليزا. تذكرت. طبعا ما حتتركوا البنت بحالها كرمال مصلحتكم. جان عادي لشوف، عادي لو سمحت اطلع من البيت. إذا ما بتجي معي مستحيل اتحرك خطوة من هون. لك أنا عم موت بدونك. في سكاكين عم تمرق بنص قلبي وتقتلني يا فتون. شو هالحكي هاد؟ فتون إذا صدقتي والله لأدفنك بأرضك. جان قولي شو طالع حلو اسمي بصوتك. لك الرجال داخل وصار واحد تاني بسببك فتون. لا تزلي أكتر من هيك، الله يوفقك. خلاص اسكت جان، قصتنا انتهت. مستحيل ما بتنتهي قصتنا، لازم ننقذ زواجنا. لو سمحتي سامحيني، لو سمحتي جان. فهما بقى نحن رح نتطلق وبأسرع وقت. برافو خرجوا. فوتون بوس ايدك فرصة أخيرة، فرصة واحدة وبس. أي فرصة أخيرة هي جنيت؟ ما عاد اتحمل العيشة معك. أكتر أكتر منروح لعند أخصائي نفسي. شو؟ شو مفكرنا عايشين بأمريكا؟ أنا ما بروح على معالجين، بس أنت إذا بدك فيك تروح لحالك، ولازم تروح برأيي. يا روحي خلينا نجرب، إذا ما بيمشي الحال وقت صدقيني رح أوقع على أوراق طلاقك واستقالتك وشغلك وأي شيء بدك يا. توعدني إنه توقعون؟ الله يبليني بحمى مالطية إذا عم كذب، بوعد. طيب شفتي
nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın. Sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı. Kim kime yanık, anlat azıcık. Korkmadan vazgeçme benden, saklanırsam gözlerimden. Kim kime deli, yangın yeri, halleri. Bir dargın, bir barışık, bu hikaye nasıl biter?